ما الذي تغير؟ يا هل ترى درك حنا الشعب الجزائري هذا لماذا خرج؟ خرج باش يختار رئيس، او خرج على جال باش هو يطالب بوضع واحد اخر اللي فيه الحريه وفيه العداله وفيه القيم وفيه الاخلاق وفيه الكرامه وفيه العزه؟ اسئله مطروحه. الشعب الجزائري يريد تغيير نظام، كره من التزوير، كره من الرشوه، كره من الفساد الاخلاقي، كره من الظلم، كره من المحاباه، كره من العنصريه، كره من الجهويه، كره من هدر الطاقات، كره من عدم تكافؤ نتاع الفرص، وكره من السلبيات اللي موجوده في الجزائر. هذا المواطن، هذه الدوله التي حباها الله بالخيرات، حباها الله بالطاقات، هذه الدوله المواطن نتاعها يروح يعالج في تونس ويروح يعالج في فرنسا ويروح يعالج في دول واحد اخرى، بينما الكفاءات والاطارات تهمش وتروح. لماذا خرج الشعب الجزائري؟ لماذا خرج الشعب الجزائري؟ خرج لانه يطالب بوضع واحد اخر. وبالتالي درك جات هذه الفرصه التاريخيه، لم يصنعها القايد صالح. القايد صالح كان واحد من حراس العصابه، ولم يصنعها المجموعه اللي كانوا معاه. والدليل في ذلك حتى الناس هذو اللي راهم يتشدقوا بالتطهير وراهم يتشدقوا بالاسمه راهم يقولوا بدات في 2015. كلكم على بالكم باللي بوتفليقه مريض من 2013. اذا جات في مرحله نتاع ضعف نتاع بوتفليقه، ولم تاتي نتيجه نتاع ذكاء ولا دهاء. جات في مرحله نتاع ضعف نتاع بوتفليقه، بحيث هو انه اصيب باعاقه، وخوه عارفين باللي خرجوا له هذه نتاع الماده 102 من الدستور وبالسلامه بالعافيه، كانوا هما يخدموا به. وقلتها لكم انا في تسجيلات راها موجوده وموثقه، قلت لكم باللي سعيد بوتفليقه ليس فاعلا وانما مفعول به. وفي يوم من الايام وين انه غير فقط هو يتخلف مع وزمه مع القايد صالح والجماعه اللي معاه، البقاء للاقوى. راني قلتها لكم، راها مسجله موثقه بالصوت وبالصوره. حصل الذي حصل. احنا منذ البدايه قلنا باللي ما لازمش الناس تدخل في مواجهه مع الجيش، لانه مهما كان الامر هذو راهم خاوتنا، ولا الشرطه ولا الدرك ولا الاجهزه الامنيه المختلفه. احنا رانا ضد المواجهه مع الجيش. اسئله مطروحه قبل ما نبداو نحكيو احنا على هذه نتاع المرحله الانتقاليه والمجلس التاسيسي والانتخابات. اسئله مطروحه، هل ترى الشعب هو الذي أطاح ببوتفليقة؟ إذا كان الشعب أطاح ببوتفليقة وأطاح بالسعيد وبالهاد الجماعة، من الذي يمنع الشعب من الإطاحة ببن صالح وهذا بدوي؟ هل تراهم أقوى من بوتفليقة والتوفيق وطرطاق؟ بالمنطق بالعقل كانش منهم. إذن هاد الناس اللي هما أطاحوا ب طرطاق والتوفيق، هما راهم مخليين هذا بن صالح وبدوي مخلينهم يخدموا بهم. راهم درك هما يحوسوا الانتخابات، يحوسوا على الحوار. اوكي، الحوار هذا على ماذا؟ يا هل ترى هو حول مشروع مجتمع؟ يا هل ترى هو حول جمهورية جديدة؟ او حول ما راهم يحكيو الناس على نتاع اللجنه نتاع مراقبه نتاع انتخابات؟ هذو ناس رؤوسهم مغلقه، هذا اذا احسن الظن بهم، اذا ما قلناش حاجه واحده اخرى. تحوس نتاع على حوار على جال باش انت دير انتخابات. كي دير انت انتخابات؟ هيا سيدي دوك حنا نتحدثوا على الانتخابات، حتى الان هنا نبداو نحكيو على الانتخابات ونحكيو على المجلس التاسيسي ونحكيو على المرحله المؤقته، ونحاولوا هو اننا نشرحوا هذه المسائل. انتخابات واش معناتها؟ انتخابات انت راهم رايحين يجيو مجموعه من المرشحين، نقولوا مثلا انتخابات رئاسيه، يجيو مجموعه من المرشحين، الحراك راهو دوك الان منقسم، راكم تشوفوا فيه على ارض الواقع، ماناش نكهنوا ولا راني نقزنوا، راكم تشوفوا هذا عربي هذا قبائلي هذا زوافي هذا من تاع الديراس هذا ايادي خارجيه هذا ايادي داخليه هذاك الحاس نتاع قصعه هذاك الحاس نتاع بوط هذاك الحاس نتاع رونجرس
وراكم على بالكم بهذه المسائل بدون ما نضروا داخلين في التفاصيل. شكون هما الناس اللي راهم منظمين الرواح؟ الاداره مازالها هي الولات ورؤساء الدوائر، الناس في الخارج في القنصليات والسفارات، النظام مازال قائم بذاته، مازال موجود، راحوا اشخاص. اللي راهم منظمين ارواحهم هي الدول العميقه، واللي منظمين ارواحهم بعض الاحزاب، بعض اللي راهم عندهم تمثيل شعبي الى حد ما، اللي هما لفلان الار ان دي وش اسمه حمص، هاو الاحزاب اللي راهم هما مهيكلين ارواحهم الى حد ما، وزيد معاهم مؤخرا هذاك بن فليس وهذاك ما يسمى بعبد العزيز بالعيد، هذو مجموعه نتاع احزاب اربعه ولا خمسه كي نقولوا كثروا 10، هذو اللي راهم منظمين الروح. يا هل ترى الحركه راه منظم؟ يا هل ترى راه مهيكل؟ يا هل ترى راه مؤطر؟ كنا نقول لكم منذ البدايه لابد من تأطير الحركه بالناس اللي يعرفوا هذا النظام معرفه صحيحه، والناس اللي هما ضحايا نتاع هذا النظام، لانه هاد الناس ما يخونوكمش. النظام الحركه غير مؤطر، بالتالي من هو المستفيد من الانتخابات؟ شكون هو المستفيد؟ راح فيما بعد تصرى تحالفات ببقاء النظام. الانتخابات انت هاك تشوف، قلت لك اعطيت لك امثله من الواقع، هاي عندك تونس وعندك مصر. تونس عاود النظام انت بن علي، بدون بن علي عاود هيكل روح، عاود خرج بوجه واحد اخرى. نفس الشيء انت دوك راه بوتفليقه، يخرج لك تبون، يخرج لك وش اسمه احمد بن بيتور، يخرج لك ما على باليش انا وجوه جديده، تعاود هي تهيكل هذا النظام، يبقى باقي يروحوا الاشخاص وتبقى الماشينه تبقى تدور. اذا الانتخابات انت لازم تكون وفق مشروع، ولازم تهيئ لها الظروف، بمعنى انك انت لما تجي ظروف واحده اخرى وتكون هذيك الانتخابات هي حرة ووفق ضمانات وفق شروط، فيما بعد ويكون مشروع نتاع مجتمع، تقدر انت فيما بعد يتغير الوضع. مثل درك مثلا انت عندك باتيمو ولا ايمابل، عندك انت ايمابل، راح انت تغير دير ايمابل واحد اخر، الايمابل هذاك اللي راك فيه انت راهو راشي، انت واش لازمك دير؟ لازمك انت قطعة نتاع ارض واحد اخرى، ما تقدرش انت تريب على روحك الباطيمه وتبنيها، اذا درت راك مهبول وما تعرفش، لازمك انت تشوف قطعه واحده اخرى، تشوف انت يا مهندس اللي هو يبني لك بناء واحد اخر، اللي انت تحل الازمه نتاع السكن هذيك اللي راه عندك، وباش انت تبدا تبني فيه لازم لك مراحل، لازمك انت اسس، لازم لك كذا ولازمك كذا، مش انت تروح تسكن فيه وانت مازال ما بنيتوش. الناس مازالها ما غيرتش النظام، صارت تتناقش على المغانم، هذا كان ندي وهذا كان ندير وهذا كل ما مشيتش انا نحرم وهذا كل ما مشيتش انا نكسر ولا كذا، الناس مازال ما دارت والو. اذا انت قبل ما انت تروح تدير نظام واحد اخر، علاش خرجت انت تحوس تغير النظام؟ تغير النظام تغير بانتخابات، تنحي النظام باقي وانت تبدل الشخص، جيبوا من يكون هذا الشخص، حمروش، احمد طالب، اينشتاين، جيبوش حبيت. اذا كان النظام باقي ما راح تغير والو، خاطر الاشخاص هذو راهم رايحين يروحوا والنظام الماشينه تبقى، وهذا الناس متحكمين. هذا الناس اللي درك هما يهضروا على المجلس التاسيسي، المجلس التاسيسي نفس الشيء راهو عنده هو ذوك ظروف نتاعو اللي هو تجي فيه. ها هو نعطيكم كمثال، قلت لكم تونس كانوا بعض الناس نهار الاول راهم منهم اللي راهو الان راهو يشوف فيا، كانوا يتبعوا فيا، وما حتى كنت نتكلم معاهم قلت لهم باللي راهو والله ما يغيروا والو، التسجيلات راها مازالها موجوده، خطر عليه الدستور هذا مش ضمانه، الناس قران هيتبول عليه، استغفر الله يا ربي، شريعه ما على بالهمش بها، انت يدير لك انت واسمو الدستور هو يحترمو الكودي، قضيه ماهيش قضيه نتاع دستور ولا قضيه نتاع لجنه نتاع مراقبه نتاع الانتخابات، لازم تتفق الناس، تكون هناك قناعه، تكون ثقافه،
باش الناس فيما بعد تنتقل من نظام ألف إلى نظام باء. علاش خرجت الناس؟ خرجت من أجل تغيير النظام. لازم أنت تدير أسس جديدة لمشروع مجتمع جديد اللي تلتقي فيه الناس كل، علماني إسلامي، تلتقي الناس كامل حول خطوط عريضة، قضية تاع القناعات نتاعك، قضية تاع الخلفية نتاعك، الثقافة نتاعك، اللغة نتاعك، خصوصية نتاعك، هذيك راها خاصة بك، ولكن كاين هناك إطار عام اللي يجمعنا. داروا هذا المجلس التأسيسي، عاودوا جدوا نفس النظام. درك انت نفس الشيء في الجزائر، إذا كان انت روح دوك مثلا درت انت، هو ليس العيب في المجلس التأسيسي وليس العيب في الانتخابات، وإنما في الأولوية. أنت وش هي الأولوية نتاعك؟ ما هو الخيار الأمثل للحالة الجزائرية؟ تاك تشوف باللي في التسعينات رفضوا الدول الإسلامية، رفضوها، وصراح يصارع الجزائر، ودخلت الجزائر في نفق، وصارت فيه مجازر، صارت فيه محرقة. هذه الدول اللي الآن راها موجودة، اللي هي فرنسا، اللي هي أمريكا، اللي هي إسرائيل، اللي هي هذه الدول الأوروبية وكذا، رافضين هذه الفكرة نتاع بناء دولة إسلامية. راهم ربحوا تاع الإخوان المسلمين في فلسطين، رفضوهم، ربحوا في تونس، رفضوهم، ربحوا في مصر، رفضوهم، ربحوا في ليبيا، رفضوهم، وين يروحوا مرفوضين. والعلمانيين هذو في الجزائر مرفوضين، لأن شعب الجزائري هكذا. علاش دار ثورة؟ راها في البند في بيان تاع نوفمبر، بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية ضمن إطار المبادئ الإسلامية، بند في البيان تاع نوفمبر، ثورة قامت فيها أكثر من مليون قتيل، ومازال إلى اليوم مازالت الناس تدفع في الثمن تاع الثورة هذه. لليوم مازلت فيه تداعيات على المستوى النفسي وعلى المستوى العائلي وعلى كثير من الأشياء، مازلت تداعيات اليوم الناس مازلت تدفع فيها. فهذه المسألة نتاع العلمانية خاصة الفرض نتاعها على المجتمع الجزائري يرفضها، مستعدين حتى الناس حتى أنه تزيد دير ثورة واحدة أخرى. بالتالي دوك حنا لابد لنا من مشروع مجتمع اللي يجمع الناس. راها وقعتكم شفتوا من الذي حدث المهري، من الذي وقع لأحمد طالب إبراهيمي، من الذي وقع لزروال، من الذي وقع لشخصيات وطنية، بومعزة، كثير من الشخصيات الوطنية اللي تم التهميش نتاعهم وتم الاغتيال نتاعهم بطريقة أو بأخرى، وقعت فيه صدامات ووقعت فيه صراعات بين التيار الوطني والتيار الإسلامي، وأقلية ماكرة هي اللي استفادت، وكانت هي اللي توظف في مجتمع كامل تنهب في الخيرات نتاعها. جات هذه الفرصة على التيار الوطني وعلى التيار هذا الإسلامي والتيار العلماني المتوازن، ما مش هذوك المتعصبين. كاين ناس علمانيين هو راه عنده توجه علماني يقول لك اخويا انا ما تاجر ليش بالإسلام، يا اخويا انا لا ارفض الإسلام، انا راني مسلم لا ارفض الإسلام، ولكن ما تاجر ليش بالإسلام، ومن حقه. لابد هو أن يكون هناك مشروع مجتمع اللي يجمع الناس اللي هم يؤمنوا بالتوافق، يؤمنوا بالحلول يعني السياسية، يؤمنوا بالعمل المرحلي. ترى عندك ذوك قوى أجنبية مثل ما كنت نقول راه هي تتربص رافضة باش انت تبني لها دولة في المنطقة هذه، وتصير انت عندك تحكم انت في الإقليم ودولة إقليمية وكذا وكذا وكذا، رافضين. تذكر عند الناس عندها مصالح، عندها شركات، ناس عند البنوك راه برا، اللي كونت نتاع الجزائر راهم برا، الضباط وكلهم راهم يداويو برا، الادويه يجيبوا فيها من برا، والناس قاعده تضرط وقاعده تبيع وقاعده تسمى. ها اللي تمتلك السياده نتاعك انت، تصير انت عندك صناعه حربيه، وتصير انت عندك صناعه غذائيه، وتكون انت متحكم في الامن نتاعك كما ينبغي، ماشي بالقوه، قناعة، ويصير المواطن هو راهو حتى الناس يتبيع، كون يلقى كيفاش يبيع الأرض نتاعو، يبيعو من أجل فيزا ومن أجل جنسية ومن أجل كذا، تجي الناس هكذاك تبلبل وتطرطر هكذاك في, 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 في الريح. كاين قوى أجنبية راها تتربص، أنا ما ندخلش في صراع معاهم، لا مع فرنسا ولا مع الأمريكان، ولا راني جيت نهددكم ولا نهددكم المصالح نتاعكم، ولا نجي تكلم كلمة مرسية عشا مجتمع كامل راح للواد. أنا جايين لكم السمانة الجاية، استناونا.
كيما راهم يطرطروا درك. انا نصبنا لكم الصواريخ، راه الاس 400 راه محطوط، واللي تحرك نحرقوه بالضراط. ما عنده ما داني، ماشي خوف، ماشي خوف، خمم القدام، خمم كيفاش تبني دولة، كيفاش تبني اقتصاد، كيفاش تبني تعليم، كيفاش تبني سياحة، كيفاش تبني صحة. هر انت اللي تطور المجتمع نتاعك، السيادة نتاعك تولي انت تحصيل حاصل. اذا ندرك هذ الناس هذو اللي راهم دركهم مدين البلاد، وين مدين؟ قادرين درك غدوة فيما بعد هذا اللي راهم يطرطروا، غدوة من بعد انت تدخل في صراعات مع الاتحاد الاوروبي. رايحين اولا يسكروا عليك، يديروا عليك حصار. أمريكان